فيكم، والحمد لله ده كان انجاز طيب لكل العرب، ونفس الشيء كان انجاز مواليد 98 ثالث العالم برضه. فان شاء الله هنكون على خطة كاملة تحت ظل الاتحاد المصري اللي ماشي بنهج ان احنا نكمل على المسيرة اللي هو بدأها في الفترة الأخيرة. أكيد أكيد، يعني لأن منتخب مصر اسم من الأسماء المرشحة، لكن برضو يعني ما نعرفش الظروف اللي ممكن يمر بها أي منتخب من المنتخبات، لأن البطولة بحد ذاتها بطولة كرة اليد الشاطئية لها أبعاد بتختلف داخل الملعب. موضوع المشاركه في الالعاب الافريقيه ديت كان ظروف خاصه كده، والحمد لله يعني ان شاء الله البطوله ديت احنا باذن الله جايين مركزين شويه. بالنسبه لماتش التجريب اللي احنا لعبناه دوت دلوقتي، ده ماتش يعني بناخد على الملعب، بناخد على الجو بتاعنا، بنحضر لعبتنا على اساس ان احنا ان شاء الله بكره الافتتاح بتاع الماتشات، فان شاء الله تبقى الفرقه جاهزه باذن الله، وان شاء الله نقدم مستوى كويس والله المستعان. هي لسه احنا لسه احنا كنا بعيد شويه عن الماتشات المباريات يعني، فاحنا المفروض ان هي كانت طبعا تونس طبعا حامل لقب البطوله اللي فاتت، وعندك كرواتيا مصنفه طبعا بالنسبه للمنتخبات العالميه، واحنا كنا المفروض مصنفين برده بالنسبه للمنتخبات، بس طبعا احنا بقى لنا فتره بعيد شويه. والبرتغال برضو كانت متهيألي واخدت رابع اوروبا او حاجه زي كده، واحنا لسه ما شفناش اللي هي الارض البلد المضيفه اللي هي اليونان، فالله المستعان. يا اكيد طبعا باذن الله ان شاء الله باذن الله نرجع تاني زي الاول منتخب مصر الشاطئيه. الله المستعان. طبعا عملنا طبعا معسكرات، طبعا عملنا تحضيرات يعني، بس هي كانت ناقصه بس مستوى اللي هو الاحتكاك شويه، كان الاحتكاك قليل شويه، فالله ربنا يسهل ان شاء الله، ربنا رايدول الفرقه اللي هتتعب. يا ريت ان شاء الله باذن الله موفقين يا رب ان شاء الله باذن الله. الله المستعان وباذن الله. اهلا بكل صفحات تونس الحبيبه، وان شاء الله موفقين، وان شاء الله المنتخب المصري موفق. طبعا احنا بقالنا فترة كبيرة ما اشتركناش في بطولات، اخرها كانت الموضوع الراس الاخضر، حصل بعض العقبات خلتنا ان احنا ما رحناش، فبنبارك لكم على بطولة افريقيا، لكن بوعدكم مش هتاخدوها تاني. ده على الهوا. موفقين ان شاء الله، بنحاول زي ما انتم بتحاولوا، زي ما اي فريق بيحاول، ودي رياضة. الكسبان الناس هتشجعه، الخسران هيبقى يدور على الحاجات الغلط اللي عنده يصلحها. في الاول وفي الاخر بتبقى العلاقة الطيبة ما بين الناس. انت شفت الماتش تقول ايه؟ انت راجل بتاع شاطئية، شفت الماتش تقول ايه؟ صح؟ جينا نحضر بس احنا موجودين. صح؟ فان شاء الله خير يا رب، يعني اتمنى من ربنا يكون النهائي مصر تونس. مش هقدر، دي ما فيهاش دبلوماسية، لكن حقيقي لا، لسبب واحد، احنا اللي عندنا الدوري خلاص هيبدا يوم 5/9، معظم اللعيبة في فترات الاعداد موجودة في الاندية بتاعتها، حتة ان انا اقدر اجمع اللعيبة من الاندية بتاعتها واخدها في معسكر، الموضوع صعب جدا، فبتجمع يومين في الاسبوع، بجانب ان اللعيبه عندهم حمل تدريبي لان فتره اعداد في الانديه بتاعتهم، فانت عندك الانديه اللعيبه لما تيجي بالانديه انت مش عارف ده مين الحمل بتاعه عالي مين الحمل بتاعه واطي، فبتضطر ان انت
تشتغل الشغل المتوسط عشان خوفا من الإصابة، لأن الوقت بالنسبة للأندية وبالنسبة للمنتخب الوقت قريب جدا، فبتلمس بمعنى صح يعني أنت ما اشتغلتش، فهي دي العقبة اللي قابلتني، لأن كمان جاي توقيت البطولة في بداية الدوري عندنا. فطبعا أنت بقولك حذر ان احنا مدخلين 7 لعيبه جداد، يعني انا متبقي عندي من المنتخب القديم او اللي هم كانوا بيلعبوا 5 لعيبه، عندي 12 لاعب، سوري القايمه 12 لاعب، في عندي 7 لعيبه عمرهم التدريبي ما يكملش شهر ونص بالظبط. غيرت الاعمار جوه الفرقه، النهارده نزلنا بالسن، يعني عندي لعيب مواليد 98، عندي لعيب مواليد 2000 بس ما جاش معايا، يعني ببتدي ان انا عايز السن يبقى صغير لان المستقبل يبقى ليهم ان شاء الله. بالظبط كده. لا حقيقي حاجه صعبه جدا، تخيل انت من امبارح من ساعه ما جينا لا عارف اكلم حد، مديني تليفونات الناس كلها، بكلم الناس كلها، كل واحد يقول لي اوكي حاضر هكلم لك مش عارف المسؤول السوبرفايزر ولا اي حد. انا قاعد في اخر حته في البلد، يعني الملعب هنا مثلا في المنتصف، المطعم بعديه مثلا ب 25 دقيقه، انا على بعد 35 دقيقه. فتخيل ان انا عندي مباراه الصبح ومفروض ان انا اخلص اجي من الاوتيل اخلص ارجع الاوتيل استحمى وبعدين اروح تاني للمطعم اتغدى وبعدين ارجع عشان عندي مباراه بالليل، حاجه طبعا مش سهله. انا رحت النهارده للمسؤول قلت له يا تغير لي الاوتيل تجيبني وسط الناس عشان اعرف اتعامل، لان انا مش هقضي 5 ساعات في اليوم بتنقل في الاوتوبيسات. ده ان اتوجدت النقطه الثانيه يتحول لي الاكل في المطعم، يعني انا الفطار بس عندي في الاوتيل، الغداء والعشاء موجودين في المكان اللي هو المجمع للبطوله كلها. فطبعا كارثه ان انا النهارده بضيع 5 ساعات فعلا في الطريق، فدي حاجه مش كويسه. فالنهارده ان شاء الله في تكنيكال ميتنج بعد 2-3 ساعات لازم هذكر الكلام ده، ويا ريت الاخوه التوانسه لو عندهم برضو نفس المشاكل، لان انا اعتقد ان وصلني ان في نفس المشكله، مع انكم قاعدين وسط الناس او وسط البطوله، لكن ما هي نفس الكلام هنا يعتبر ان انتم موجودين، لكن انا متاثر بيها جامد جدا، لان انا على بعد من الملعب هنا 35 دقيقه، فالنهارده انا عندي ساعه و10 دقايق بس مجرد ان انا هروح للملعب وارجع. ده ماتش الصبح وماتش بالليل، ادي ساعتين، حط مرتين برضو للغدا والعشاء، مش طبيعي. اتمنى العب انا وتونس في النهائي.